تاريخ لدى ميليشيا الحوثي، أنه لديها تصور للتاريخ، وأنه اليمن يعني مرتبط بتاريخ وجودها، ولهذا ربما لديها موقف معادي يعني من جزء كبير من تاريخ اليمن، وهذا يفسر الموقف الذي يعني تتصرف حياله مع لديها أيضا موقف معادي لجزء كبير من ثقافة البلد وتاريخه. ليس مفاجئ يعني أن جماعة يعني بنت خطابها وإيديولوجيتها على فكرة فئوية، أن تعادي الفكرة السائدة أو التاريخ الأساسي للبلد. طيب أستاذ مروان، جديد ملف النهب والتدمير للآثار، تسلم سفارة بلادنا في واشنطن 3 قطع أثرية بعد ضبطها طبعا من قبل السلطات الأمنية في نيويورك، كان ذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام يعني الفائت يعني، وبالتالي ما هو دور الحكومة في الحد من ذلك؟ هو شوف، احنا يعني كانت يعني نجحنا بالتعاون مع سفارتنا في واشنطن في 2020 أن نوقع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بمنع وحظر وعرض أو نقل أي آثار يمنية في الولايات المتحدة، ويعني بموجب هذه الاتفاقية بدأت السلطات الأمريكية تسلم للجانب اليمني قطع الأثرية، وهذه ليست أول مرة السلطات في الولايات المتحدة تسلم للسفارة قطع أثرية. كان هناك دفعة سابقة كان هناك 79 قطعة أثرية مهمة سلمت للجانب اليمني.